اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم ان شاء الله. النهارده هناخد سيشن كده ظريفه شويه، هنتكلم فيها في توبيك. التوبيك ده مش كتير من الناس بتبقى اوير بيه، او مش حد بيهتم فيه قوي بالمذاكره، حتى في كتب الكارديولوجي دايما بيبقى في الشباتر الاخيره قوي. فمع انه هو يعني بقى كومن، وبقينا نشوف حالات كتيره قوي من الحالات اللي هي الكارديوميوباسيس. خلينا نعرف يعني ايه كلمة كارديو مايوباسي. كارديو مايوباسيز، طبعا اوباسي مينز ديزيز، وكارديو مايو اللي هي ماسل اوف ذا مايوكارديوم او المايوكارديال ماسل، يبقى هي مجموعة من الديزيزز بتاعت المايوكارديال ماسل. اوكي طيب، خليني ثواني. تمام يا جماعة، يبقى قلنا الكارديوميوباسيس دي عبارة عن جروب اوف ديزيزز بتأفكت الهارت ماسل اللي هي المايوسايت as a result of internal or external processes، يعني الباثولوجي اللي بيحصل نتيجة عوامل internal، عوامل genetics. وهنلاقي ده ان ده الموست كومن كوز لاي كارديوميوباسي، وات ايفر التايب بتاعه ايه، هتلاقيه الموست كومن فورم هو جيناتيك، حاجة انترنسيك، او نتيجه اكسترنال فاكتورز زي مثلا البريبارتم كارديوميوباسي ناتج عن بريجننسي وهكذا. طيب، يبقى الكارديوميوباسيس دي مجموعه من الديزيزز اللي بتافكت الكارديومايوسايت او المايوكارديال لاير بتاعه القلب. كان عندنا مجموعه امراض بتافكت الاندوكارديال لاير زي الانفكتيف اندوكارديتس وزي الروماتيك فيفر وزي كل الديفرنت فورمز من الفالفولار هارت ديزيز. وكان عندنا شويه جروب من ديزيزز بيافكت البريكارديا زي مثلا حاجه بنسميها بريكارديال سيندرومز، شابتر كبير كده احنا شرحناه اخر السنه اللي فاتت اسمه بريكارديال سيندرومز. اما بقى الامراض اللي بتافكت الكارديومايوسايت المصل العضله نفسها، طبعا في سبب مهم جدا 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 او باثولوجي مهم اللي هو الاسكيميك هارت ديزيز اللي هو شابتر الاسكيميا، ده احد الباثولوجيز اللي بتافكت الكارديومايوسايت. وفي مجموعه تانية من الامراض احنا في الحقيقه بنسميها نون اسكيميك، يعني احنا في البراكتيكال ساعات اقول ان البيشنت ده عنده اسكيميك كارديومايوباسي او نون اسكيميك كارديومايوباسي. النون اسكيميك اللي هو انكلودنج بقى الديفرنت فورمز اللي هنتكلم عنها النهارده، زي حاجه اسمها دايليتد كارديوميوباسي اختصارا بنقول عليها دي سي ام،
or hypertrophic cardiomyopathy او اختصارا بنقول عليها HCM و restrictive cardiomyopathy واختصارا بنقول عليها RCM. والمرض الرير النادر قوي في حياتي شفت منه ثلاث حالات تناو، حاجه اسمها arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy، ده نوع من الميوباثي بيأفكت specifically right ventricle عشان كده اسمه رايت فينتريكولار، وبيخلي الاشخاص دول يخشوا في في اف او في تاك فينتريكولار تاكيكارديا اريزمياز، يعني عشان كده بنسميه اريزموجينيك، وده نوع نادر ونوع قاتل جدا. خلينا نتناول كده كل فورم من الفورمز بتاعه الكارديومايوباثي ديت ونفهم السيناريو او البرزنتيشن ازاي العام بيجي لي وازاي اتعامل مع هذا النوع من الانواع. تمام، تعالوا نبدأ أول حاجة بالدايليتد كارديوميوباسي. دايليتد كارديوميوباسي إيه قصة الدايليتد كارديوميوباسي ده؟ ده هحكي لكم في سيناريو كده، لسه حالة كانت عندي في العيادة من أسبوع. هي في ميل يونج ايدج، في ميل حوالي 35 سنة، عمرها ما اشتكت من أي حاجة خالص، بتشتكي كده إن بقى لها فترة حوالي أسبوعين 10 أيام بدأت تلاحظ إن ظهر عندها أنكل إديمة، يعني الانكل كده عندها بدأ يورم، وبدأت الإديمة تبروجريس تطلع كده لفوق. كشفت بطنه، دكتور البطنه قال لها انت عندك الاملاح زايده شويه، طب اعملي يوريك اسيد، نعمل وظائف كلى وكبد يطلعوا كويسين. بدأت بعد كده تشتكي من بروجريسيف ديزنيا، بدأت تنهج وهي واقفه في المطبخ، تطلع سلم تنهج جامد مش قادره تسحب اربع خمس خطوات. بدأت تحس بالبيتيشنز، تقول لي بقيت وانا نايمه الاقي قلبي دق 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 جامد وبعد كده وقف. فبصراحه يعني السيمتوماتولوجي دي كلها تيبيكال سيمتومز بتاعت هارت فيلير، وهي ما فيهاش ريسك فاكتورز، يعني لا هي دايابيتك ولا هي موربد لأوبيز ولا سموكر ولا فيها اي، ولا فيها هيستوري قبل كده الاسكيميا ولا هيستوري اوف فالف هارت ديزيز، ما فيش فيها حاجه سيجنيفيكانت في الهيستوري يعني. فالبنت دي طبعا عملنا الاكزامينيشن بتاعها، حاجه ناثينج اكسبت ان هي كانت كونجستد جدا، الباك مسموع عليه بايلاترال فاين بيزل كريبيتيشنز، اللور ليمب فيها سيجنيفيكانت اديما اباف الني، الهارت ريت بتاعها كان تاكي وريجولار فموصلي ساينس تاكيكارديا، الهارت لما عملنا اوسكالتيشن كان مسموع عليها جاست برضو تاكيكارديا جالوبنج كده، اللي هو يعني نورمال اس 1 اس 1 واس 2 لكنه تاكي سريع فبيديني صوت الجالوب، اللي هو الجالوب ده الحصان اللي بيجري. فبصراحة السيناريو ماشي كده مع هارت فيلير بس مش لاقي سبب. فعاوز حضراتكم كده يعني نقم ميوت المايك، ولو انت دكتور في العياده او في الوحده الصحيه جالك حاله زي كده يعني تفكر في ايه، او ايه النكست ستيب انفستيجيشن اللي انت تعملها او تفكر فيها، ايه رايكم؟ ايمان هتتكلم؟ ايمان ماهر؟ اوكي طيب ميوت يور سيلف. طيب مين يعني؟ طيب دكتور محمد، يعني حد حابب يشارك عشان الدنيا تبقى انتر اكتف، او حد شاف حاجه حاله شبه كده؟ يا دكتور، هي شفت حالة واحدة شبه ديت وطلعت بالمونري هايبرتنشن. يس، كان ميلي رايت سايد بقى. يس، دي كانت عجوزة ولا صغيرة؟ لا، صغيرة في السن، بس هي كانت عندها كرونيك أنيميا وما بتتعالجش صح، كان ليها blood transfusion وكانت رافضاه وما بتعالجتش صح من الأنيميا. يس، دخلت في بعدها انمي بارت جه اوف كاري. طب جميل خالص خالص. طب ايه الحاجة اللي شخصتها يا ايمان؟ يعني ايه اكتر حاجة اتعملت شخصتها؟ كان عندها ديزنيا جديدة، لما تمام بتيجي تنام ما بتعرفش تنام غير على مخدات عالية كتير، يس ودايما تعبانة، وكانت بتشتكي من حاجة كمان ما بتعرفش تاكل. فدي لما ديسبيبسيا. كانت عندها جديدة جدا، وكانت لما أي أكل بتاكله كانت بترجعه، فضلت حوالي فترة طويلة جدا مش عارفة تاكل خالص، يعني برافو. عارفة الاكسبلانيشن ليه مش بتعرف تاكل؟ بسبب كونجيشن للاستومك يس بالذات. برافو بالظبط، جسر كونجيشن خلى عندها ديسبيبسيا وبيعمل الجي اي تي مانيفستيشنز دي، ودي يزود الانيميا ويزود الهايبو البومونيميا ويزود الاديما. فبرافو عليك، جميل خالص. الدكتور بقى طبعا عشان يدايجنوس القصه طلب لها انفستيجيشنز،
هي انا مش عارفه بالظبط، بس هي كانت اما راحت عمل لها اسلا ضغط الشريان الرئوي. كويس بإيه بقى؟ مش عارف بالإيكو، يعني الإيكو ده أكتر حاجة هي اللي بنشوف بيها الاستراكشر بتاع الهارت، هو اللي نشخص الميوباسي، هو اللي نقيس بيه البالمونري هايبرتنشن أو البالمونري ارتري بريشر، هو اللي بنقدر بندايجنوز بيه الباثولوجي بقى اللي حاصل ده. برافو عليك، اكسلنت. يبقى احنا يعني نستدل من القصه ديت ان احنا يعني اول ما يجي لنا بيشنت بسيمتوماتولوجي اوف هارت فيلير لازم على طول اسسبكت، ايفن حتى لو اللي عنده مش في ريسك فاكتورز الاسكيميا اللي هي الموست كومن كوز اوف كارديوميوباسي، اسكيميا كارديوميوباسي، قد يكون دايليتد كارديوميوباسي، ليه لا؟ فضروري ان احنا نبتدي نعمل الورك اب بتاعنا اللي يكونفيرم او يكسكلود وجود هارت فيلير. فطبعا اول حاجه هيبقى الاي سي جي، رسم القلب. تاني حاجه هيكون هو الايكوكارديوجرافي، الموجات الصوتيه. طب امتى اقول ان البيشنت ده عنده دايليتد كارديوميوباسي؟ لازم اكسكلود الاذر سكندري كوزز اوف كارديوميوباسيز. عشان كده زي ما هنشوف دلوقتي في الانفستيجيشنز، انا هعمل مجموعه فحوصات هتكونفيرم ان اللي عندها كارديوميوباسيك هارت فيلير، ثم مجموعة فحوصات فور ديتكشن اوف ذا كوز، ادور على السبب. فتعالوا كده نشوف مع بعض. الكتاب طبعا صفحة 154 هتلاقي بيقول لك ان الدي سي ام ده كاركترايز باي دايلاتيشن اند سيستوليك ديس فانكشن، ودي معلومة مهمة جدا يا شباب. يبقى الدي سي ام دايلاتيد مايوباسي في لوس اوف سيستوليك فانكشن. مين شاطر يقول لي معنى لما اقول ان في سيستوليك ديس فانكشن ده معناه ان الاجكشن فراكشن ليس ذان وات؟ أقل من كام ejection fraction؟ 45 يا دكتور؟ نو قلليها شوية. 40 35 حاجة كده. يس 40 كويس، تمام. اوكي لو احنا فاكرين كنا دايما بنقسم ايجكشن فراكشن اكتر من او يساوي 50، وفي الرينج اللي هو ما بين 40 و50 واقل من 40. اكتر من 50 ده بسميه بريزيرفد، من 40 ل 50 ده بسميه ام ار اللي هو مايلدلي ريديوزد، اقل من 40 دي امبيرد او ريديوزد. اوكي فعشان خاطر هنعرف دلوقتي نوع من انواع الكارديوميوباسيز، بيبقى فيه اللي هو النوع الريستريكتيف كارديوميوباسي، ده نوع من انواع الكارديوميوباسي، لكن الايجكشن فراكشن اكتر من 50%. عشان كده في الريستريكتيف كارديوميوباسي هنا الفانكشن اللي لوست هي الدايستوليك فانكشن، في مشكله في الدايستوليك فانكشن او بنسميها دايستوليك ديس فانكشن. اما المشكله في الدايليتد كارديوميوباسي هو ان في لوس اوف سيستوليك فانكشن، الايجكشن فراكشن اقل من 40%. فدي تقسيمه مهمه جدا. اوكي يبقى الدي سي ام هنا في دايليتيشن، الفنتريكل الكافيتي بتاعه كبر تضخم حجمه بقى كبير، وفي لوس في السيستوليك فانكشن. خلي بالكم مهم قوي اوف وان اور بوز فنتريكلز يا شباب، ده مهم قوي، يعني اوف الليفت فنتريكل او التو فنتريكلز الاثنين مع بعض، رايت اند ليفت، ده كلام مهم جدا. طيب ايه الايتيولوجي الاسباب؟ قال لك يا سيد الفاضل 50% من حالات الدي سي ام ايديوباسيك، 50% بدون اي سبب. ولكن طبعا كالعاده زي ما احنا عارفين ما اقدرش اقول ايديوباسيك الا لما اكون استثنيت كل السكندري كوزس. طيب 25% جيناتيك، وده مهم قوي يا شباب. انا لنا يعني احد زمايلنا كده كان في ده كان ممرض الله يرحمه، كان عنده دي سي ام، تزوج وضايد بعد المارج بتاعه بشهر واحد بس. فدايما واحنا لما كان بيفكر انه ياخد قرار الزواج كان بيفكر في اولاده. هو فعلا في المرض الدي سي ام ده انهيريتد از ان اوتوزومال دوميننت، وكلمه اوتوزومال دوميننت يعني غصب عننا هينتقل للاوف سبرينج للاولاد بتوعه. ف 25% من الحالات بتبقى جيناتيكالي وانهيريتد كاوتوزومال دوميننت باترن اوف انهيرتنس، فدي معلومه مهم. ما ننساش كمان الكحول، الكحول بيعمل نوع من انواع حاجه اسمها الكحوليك كارديوميوباسي، ده يعني كنت لسه اقول لكم ده في الاجانب، لكن يعني مش في الاجانب ولا حاجه. انا كان لسه عندي بنت الاسبوع اللي فات بتشتكي من بالبيتيشن، فبقول لها طبعا لازم نبعد عن الكافيينز والشوكليت، وقالت لي طب وبالنسبه للدخان؟ فاتصدمت كده، قلت لها طبعا الدخان النيكوتين بيزود ضربات القلب، قالت لي طب والكحول؟
فيعني انهارت بقى. فهي يعني بنت كده 25 سنة عايشة في المنوفية، مش في حتة تانية، وبتشرب كحول وبتدخن. فالكحول بقى منتشر جدا، ما نغفلش القصة دي ونسأل عنه ما ننكسفش يعني. فالكرونيك الكحول كونسامشن بيعمل نوع من انواع، زي ما انتم عارفين انه بيعمل فاتي ليفر و و وبنكرياتايتس وكده، فبيعمل نوع من انواع الدي سي ام دايليتد كارديو مايوباسيس. هو لحسن الحظ ان هو بوتنشال ريفرسبل، يعني بنسبه كبيره لو الشخص ده بطل يكونسيوم الكحول القلب يرجع طبيعي تاني، وبيحصل له دراماتيك امبروفمنت. لكن في بعض الاحيان لو هو استمر او حصل الكحول كونسامشن فترات طويله، الدنيا تبقى irreversible. طبعا انفكتيف ده سبب مهم قوي 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 يا شباب، وده مهم جدا في عصر الكورونا. الكورونا فيروسز من الفيروسات اللي بنسميها كارديوتروبيك، محبه للقلب، بتعمل نوع من انواع الفيرال مايوكاردايتس. انا شفت كميه حالات مهوله بوست كوفيد سيفير هارت فيلير، حاجه مرعبه، وشباب صغير كمان. الفيرال او الكوفيد بيمسك في الهارت ويعمل مايوكاردايتس، والمايوكاردايتس يقلب بكارديومايوباسي، تلاقي جاله دور الكوفيد وبعدها بدا ينهج جامد جدا جدا، نعمل له الايكو نلاقي الاجكشن فراكشن 30% و20% وحاجه مرعبه جدا. فالانفكتيف كوز ده مهم جدا، سبب مهم جدا. كمان حتى بعض الحالات قبل موضوع الكورونا كان دايما الناس اللي يجي لهم دور نمونيا عنيف شويه، الفيرال نمونيا تعمل فيرال مايوكارديتس ويقلب بهارت فيلير. فدايما كنا نقول لو شخص جاله جاست تشيست انفكشن اتعالج منها، المفروض اسبوع 10 ايام يخف، لو الدنيا طولت سسبكت مايوكارديتس اند كارديوميوباسي. ده سبب مهم جدا. اشهر الفيروسات اللي بتعمل كده هو الكوكزاكي اي وبي فيروسز، الانفلونزا فيروس، الادينو فيروسز، السيتوميجالو فيروس. ده كل دي فيروسات مهمه قوي من الفيروسات الكارديو تروفيك اللي هي المحبه للقلب. في حاجات نون فايرال اشهرها طبعا التريبانوزوما، وده مشهور قوي في امريكا. التريبانوزوما في بعض الولايات في امريكا عندهم الشاجز ديزيز، ده من الاسباب اللي بتعمل، لو انتوا فاكرين كان بيكبر ثلاث حاجات، ده مهم قوي عشان البطن العامه يعني. كان بيعمل ميجا كولون وميجا اسوفيجاس وفي القلب دايليتد كاردوميوباسي، ده الترياد الثلاثي بتاع الشاجز ديزيز، بيكبر ثلاث حاجات. اوكي، في اذر كوزز يا شباب زي الهايبوثايرويديزم، ده منتشر قوي في مصر في الستات الهايبوثايرويديزم. طبعا البري بارتم كاردوميوباسي بعد الحمل والولادات، سبب مهم جدا الكيمو ثيرابي، العلاج الكيماوي في عينين الكانسر. دايما بعض الكيمو ثيرابيز بتبقى كارديو توكسيك، والشخص ياخد جرعه الكيماوي ويجي لنا بهارت فيلير. عشان كده قبل كل جرعه لازم بيبعتوا لنا نعمل له حاجه اسمها اجكشن فراكشن كفاءه، عشان لو الكفاءه قلت ما يدوش الجرعه. طبعا مرض مشهور قوي هو ساركويدوزيس، كل دي اسباب تعمل دي سي ام دايليتد كارديو مايوباسي. طيب الكلينيكال فيتشر زي ما حضراتكم قلتوا، ممكن الشخص ده يبقى اسيمتوماتيك، والشخص مثلا جاي يعمل عمليه تجميل او جاي يعمل اي عمليه بالصدفه، بينطلب له بري اوبراتيف ايكو نكتشف ان هو هارت فيلير وهو كومبنسيتد، عمره ما اشتكى من اي حاجه. يا اما يجي لي بالتيبيكال مانيفيستيشنز بتاعه الهارت فيلير اللي حضراتكم قلتوا عليه. ودايما هنا في الكلينيكال بيرلي دي بقول لك دايما اسال، دايما انا بسالهم كده اول ما اشوف المنظر المرعب ده، اقول هو انت ما كانش جالك دور برد شديد كده من اسبوعين ثلاثه او من شهر او من شهرين؟ فمهم قوي تسال على الهيستوري ده. كمان بوزيتيف فاميلي هيستوري مهم جدا جدا جدا. طبعا الساينز الاكزامينيشن هي نفس الفاينز بتاعه الهارت فيلير. الانفستيجيشنز بقى ده مهم قوي، ايه الفيرست لاين اول خطوه ثم السكند لاين. طبعا الفيرست لاين هم حاجتين اتنين اساسيين في التشخيص، هو الاي سي جي رسم القلب. ليه رسم القلب مهم يا شباب عشان اقول ان ده دي سي ام؟ مين شاطر يفكر؟ يعني رسم القلب ده يقدر يقول لي اللي عنده اسكيميك مايوباسي ولا دايليتد مايوباسي؟ حد شاطر؟ منور، شيماء، اتفضل يا شيماء. هو انا مش عارفه قوي، بس هو يعني مثلا اسكيميك بيبقى فيه اسكيميك اللي احنا عارفينها اللي هو الريفيتد اس تي مثلا. برافو، صح ولا ايه؟ برافو شيماء. او ديبريزد، او ديبريزد اس تي. يس، على حسب الحاله يعني. طبعا لو دايليت حضرتك قلت دلوقتي من شويه ان هو كان ساينس تاكي، فدي برضو ممكن تعرفنا شويه. برافو، اكسلنت. يبقى انت قصدك ان انا في ان في الاسكيميا بتسيب باترن في رسم القلب، بيبقى بيرمننت باترن، ده باترن يعيش بيه حياته كلها، صح؟ زي مثلا نلاقي كيوهات، باثولوجيكال كيوز، كيوهات مثلا باثولوجيكال كيو، يبقى ده اولد ام اي مثلا او حاجه.
بالظبط، يبقى انا اشوف رسم القلب لو لقيت فيه منظر الباثولوجيكال كيوز اعرف ان ده كان اولد ام اي وده سبب المايوباسي. طب لو لقيت الكيو ار اس نورمال باترن لا والعام مايوباسيك يبقى ده سببه دي سي ام. ثانك يو. اوكي يبقى طبعا الاي سي جي ده جزء مهم، وزي ما شيماء قالت هلاقي فيه بقى الاذر باترن زي ساينس تاكيكارديا، البور ار بروجريشن اللي هو بتاع حاجه تقول لي ان الفنتريكل ده دايليتد وهكذا. طبعا التشيست اكس راي ده ممكن دكتور الصدر، ودي بتحصل كتير قوي ان الشخص ده اول ما تعب راح يتعالج مع دكتور صدر، هو دكتور شاطر لما طلب له اكس راي او سي تي شيست لقى ان في كارديوميجالي فقام جاي بعته لي، وده دكتور شاطر كويس انه قدر يديتكت القصه دي. طبعا الجولد ستاندرد هو الايكو، يعني لما يجي لك سؤال ام سي كيو وعاوز تختار اهم انفستيجيشن طبعا هو الايكو كارديوجرافي اللي هنشوف فيه كل باترنز الايه الاسكيميا. هنعمل شويه بلاد تيست زي ما حد من زمايلنا شاركنا التجربه، الفرتين لا ما ممكن يبقى في عندي انيميك هارت فيلير، ثايرويد فانكشن، ثايرويد فانكشن تيست تي اف تي، منار بتكره الاختصارات دي اللي هي ثايرويد فانكشن تيست عشان خاطر قلنا فوق الهايبوثايروديزم ده احد الاسباب. طبعا الالكترولايتس الهايبوكالسيميا والهايبوكاليميا والحاجات دي كلها، ليفر فانكشن، كل الايه الاذر بلاد روتين بلاد تيستس يعني. طيب في نيكست ستيب انفستيجيشنز، في عندنا حاجه اسمها كاردك ام ار اللي هو رنين القلب يا شباب، واكتبوا جنب رنين القلب ده كلمه مهمه قوي، اكتبوا جنبها كده حاجه اسمها تيشو كاركترايزيشن، تيشو كاركترايزيشن. يعني ايه تيشو كاركترايزيشن؟ يعني الرنين ده بيقدر يقول لي الكاركتر او الباثولوجي بتاع النسيج ده اخباره ايه؟ هل ده سكيميك ولا هل ده انفلاماتوري ولا هل ده انفلتراتيف ساركويدوزيس او اميلودوس وهكذا. فالرنين بيعمل لي كاركترايزيشن للباثولوجي، عشان كده الكاردك ام ار فايتال قوي. هو مشكلته طبعا ان هو مش افيلابل، يعني مثلا في محافظه المنوفيه ما فيش كاردك ام ار، ما فيش رنين قلب خالص، مش افيلابل في كل الاماكن وغالي قوي، فعشان كده يعني ليميتد، لكن لما ينتشر بقى ويبقى متاح هيبقى فايتال جدا. وفي حاجه اسمها كاردياك بايوبسي، بس طبعا صعب قوي، يعني بايوبسي انك تخش جوه القلب بالبايوبسي نايف بسكينه وتاخد حاجه ريسك جدا ومش مهمه، فدايما الكاردياك بايوبسي ما بنعملوش يعني للحقيقه يعني. يبقى الخلاصه بتاع الانفستيجيشنز اي سي جي وايكو دول اهم حاجه، كاردياك ام ار لو انت عاوز تدلع العيان. طيب التريتمنت العلاج هو نفس علاج الهارت فيلير، يبقى مش هنقول اي كلمه جديده في التريتمنت بتاع الدي سي ام غير ان هو نفس علاج الهارت فيلير. لكن في علاج الهارت فيلير فاكرين يا اولاد احنا كنا قلنا في السنه اللي فاتت شارحين الهارت فيلير اكوردنج تو ليتست جايد لاينز، او العلم اتغير، الهارت فيلير علاجه اتغير من السنه اللي فاتت للسنه دي، وفي حته جديده كده مهمه قوي للامتحان، لان الدكتور محمد رئيس القسم بيعشق الجزء ده، حاجه اسمها الفانتاستيك فور هارت فيلير تريتمنت، دي هنعملها سيشن لوحدها هنابديت فيها الهارت فيلير الابديتس الجديده بتاعته، لان دي مهمه بالنسبه لكل الامتحان، فمش هقولها دلوقتي نخليها للسيشن ان شاء الله. طيب يبقى كده احنا خلصنا الدي سي ام، في اي سؤال في القصه دي قبل ما نخش على الاتش سي ام؟ مفهوم الدي سي ام كده يا شباب؟ هو ممكن يا دكتور بس نرجع للحته بتاعه التريتمنت دي، يعني حضرتك تقول لنا الانتي اريزميك يعني في حته مكتوبه كده، بس انا مش هو انا امتياز، فانا مش اصلا يعني انا بسمع كده اهو، فمش عارفه ايه الهارت يعني الهارت فيلير تريتمنت، ما كنتش حاضره معاكم. ف انا يعني على القناه هتلاقي فيه السيشن بتاع الهارت فيلير، لان ده يعني ده مشروح في ساعتين او ساعتين ونص، لكن هو شامل. احنا عندنا في الهارت فيلير في ستاندرد تريتمنت اللي هو بنعالج بيه اي عيان هارت فيلير، وفي بقى حاجات سبيسيفيك، يعني مثلا لو اللي عنده هارت فيلير وفي اترال فايبريليشن حد التريتمنت بتاع الاي اف، لو هارت فيلير وبيخش في فيتاك حد الانتي فيتاك ميجرز. طبعا كان في الهارت فيلير في ديفايس ثيرابي زي الاي سي دي وزي السي ار تي، كل دي حاجات مكتوبه. والديفينيتيف تريتمنت للدي سي ام هو الهارت ترانسبلانتيشن شباب، يعني لو عمل كل الحاجات دي وستيل سيمتوماتيك اخر ريزورت ليه هو الترانسبلانتيشن اللي هو زراعه القلب. طب وده موجود في مصر اصلا؟ هو زراعة القلب للأسف عشان احنا القانون بتاعنا ما بيسمحش بزراعة أعضاء، فمش افيلابل في مصر للأسف الشديد، لكن موجود. يعني انت أحمد بهجت بتاع دريم الله يرحمه قبل ما يموت كان زرع قلب، سافر زرع قلب في أمريكا وتقريبا دخل في رينال فيلير وزرع زرع كلية ودخل في ريسبيراتور فيلير وزرع رئة ومات بقى، وكان زرع ثلاث أعضاء.
ربنا يرحمه. الله طب يرحمه. والانتي ارزمك يا دكتور ده الكوردرون والحاجات دي ولا ايه؟ بالظبط، انت ارزمك طبعا لو بيخش في الاترال فايبريليشن عندنا البيتا بلوكر واللانوكسين، ولو بيخش والكالسيوم البي شنب تي بلوكر. الكالسيوم شنب بلوكر كونترا انديكيتد في ايجكشن فراكشن اقل من 40%، فعشان كده ده ما ينفعش يستخدم. لو بيخش بقى في فهمت. بي في سيز او في تاك هنا ادي الكوردرون. والبيتا بلوكر برضو كونتر انديكيت لو عيان مثلا ازمه او كده بالظبط. صح لا، برضو ولا؟ الستاندرد كونترا انديكيشنز بقى الاكيوت ازمه او اكيوت هارت فيلر، فهنا ما ينفعش استخدم تمام البيتا بلوكر. تمام اوكي يا شيماء، تمام. اكيد انت شفت طبعا لو بتنزل الطوارئ شفت حالات شبه كده كتيره. شفت حالات اي اف واسكيميك كتيره. يس، الهارت ديزيز بقت فيري كومن بشكل مرعب، ربنا يسترها يعني. يا رب. اوكي طيب، تعالوا بقى نخش على الباثولوجي الثاني اللي هو الهايبرتروفي كارديوميوباثي او الاتش سي ام، وده مرض يعني مرض مرعب. اول ما عرفت للمرض ده كان في كان وفاة صديق لنا، ده كان زميلنا دفعتنا، كان من الناس المحترمة قوي. اخته كانت في الامتياز، في اول الامتياز، وكانت مخطوبة خلاص هتتجوز، وحصل لها سادن ديس، ماتت موت مفاجئ. وبعدها بثلاث اربع شهور هو حصل له سادن ديس، مات برضه موت مفاجئ. وعرفنا بعد كده ان الفاميلي ديت عندها مرض وراثي، مرض تضخم وراثي في عضلة القلب. المرض ده اسمه ال HCM او الهوقم هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديوميوباثي. لو في حد معانا من الشهداء، الشهداء هي من المناطق اللي فيها المرض ده فيري كومون، شائع جدا، اللي هي مدينة الشهداء بتاع المنوفية. وفي بعض اماكن كتيره كومون فيها ال HCM، عشان كده ده مرض مهم جدا نبقى اوير بيه، لانه من الحاجات او من الكومون كوزز اوف سادن كاردياك ديس، تعمل موت مفاجئ. فلازم نبقى كيبابل ان احنا نديتكت ات ايرلي، نشخصه بدري، لان احنا كان بريفنت السادن ديس ده بسيرتن ميجرز كده لو احنا قدرنا ناخد بالنا. فمش عارف حد فيكم شاف او سمع او له قريب عنده HCM ولا أول مرة نسمع عنه؟ مفيش. طيب ده كويس. طيب بص يا شباب، هو يعني وانتو سسبكت امتى نشك في اتش سي ام؟ هو يقال طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان محمد عبد الوهاب لاعب الكرة كان ضايد ب اتش سي ام، ان هو كان عنده هوكم برضو وما كانش متشخص وضايد بسببه يعني. ودي حاجة عجيبة جدا، ازاي لاعب كورة في نادي كبير زي النادي الاهلي ما عملش ايكوهات وما تشخصش ان هو اتش سي ام؟ دي حاجة مريبة شوية. عشان كده احنا في يعني احنا في السنترز بتاعتنا بقينا نقدم خدمة السبورتس ميديسين دي، اي حد هيلعب رياضة عنيفة زي السباحة او العاب قوة او كرة قدم لازم يجي يعمل كاردك تشيك كامل عشان نبريفنت الساتش كيسز يعني. اوكي، ده دايما بيبقى شخص كده صغير، شخص ده يبتدي يجي له ريبيتد اتاكس من بالبيتيشنز، يشتكي بضربات قلب ملخبطه، يحصل لهم ريبيتد اتاكس اوف سينكوبي، اغماءات متكرره مش مفسره. وغالبا هتلاقي في الهيستوري في الفاميلي بتاعته في بوزيتيف فاميلي هيستوري اوف سادن ديس، تلاقي اتنين او تلاته في العيله ديت ماتوا موت مفاجئ. دايما الحاجات دي لازم نسسبكت يا اولاد، لازم نسسبكت الاتش سي ام. طيب تعالوا كده هوري حضراتكم فيديو، الفيديو ده بيشرح الباثوفيسيولوجي او الباثولوجي بتاع ال HCM. The heart is a beating muscle that continually pumps blood to the lungs and organs of the body. Inside the heart are four chambers, two upper chambers or atria and two lower chambers or ventricles. The ventricular septum is the muscle which separates the two ventricles. Hypertrophic cardiomyopathy, HCM, is a genetic heart disease where there is increased thickness of the left ventricle, predominantly. هنا ده أول كونسبت مهم قوي يا شباب، إن في فرق ما بين الهايبرتنسف هارت ديزيز اللي هو في ليفت فينتريكولر هايبرتروفي، لكن الهايبرتروفي بسبب الضغط بيبقى كونسنتريك. يعني إيه كونسنتريك؟ يعني كل الوولز متضخمه بنفس النسبه، ده مثلا اللاترال وول هيبقى متضخم بنفس نسبه السبتم، بنفس نسبه الانتير وول، كل الوولز متضخمه قد بعضها. اما في الاتش سي ام في الهايبرتروفي كارديوميوباثي، هنا سبيسيفيكالي السبتم بيبقى هايبرتروفايد اكتر من اللاترال وول ومن الاذر وولز. شايفين الفرق السبتم قد ايه
واللاترال وول قد ايه، ده مهم جدا. عشان كده هنا بقول كلمه مهمه قوي اسمها اسيمتريكال سيبتال هايبرتروفي، يعني التخن اكتر في السبتم. The ventricular septum. There are two types of HCM, non-obstructive and obstructive. Obstructive HCM. هنا بيقول لنا ان تضخم السبتم ده يعمل لي مشكله. مشكلته ايه؟ شايفين ده اللي خارج ده من الفنتريكل هو الاورطه، فمشكلته ان السبتم التخين ده، ده الميترال فالف يا شباب، الليفلت بتاع الميترال فالف اللي هي الانتيور ليفلت ديت من السبتم تخين، فلما تيجي تفتح تقوم جايه لا قافله يعني لازقه في السبتم، فتقفل الاوت فلو تراكت اللي هو مخرج الليفت فنتريكل، فللحظة ما الأورطة ما فيش دم رايح له، فالشخص ده يجي له سينكوبي، ما فيش دم رايح للبرين فيغمى عليه. هذا النوع اسمه أوبستراكتيف، لأن الميترال ليفلت بجانب السبتم المتضخم عملوا أوبستراكشن للليفت فنتريكولر أوت فلو تراكت، فالشخص ده يجي له ريبيتد سينكوبال أتاكس، ده اللي هو اسمه هوقم هايبرتروفيك أوبستراكتيف كارديوميوباسي. أما لو التضخم مش شديد لدرجة أنه بيعمل أوبستراكشن، يعني في تضخم لكنه ما بيقفلش الليفت فنتريكولر أوت فلو تراكت، في هذه الحالة بسميه نون أوبستراكتيف اتش سي ام، يعني في تضخم لكن هذا التضخم مش عامل obstruction. Occurs when the mitral valve makes an abnormal motion and contacts the thickened septum, obstructing the flow of blood from the left ventricle out of the heart, as well as causing leakiness or regurgitation of blood back into the left atrium. This obstruction to blood flow and mitral regurgitation creates high pressures in the heart and is the main cause of limiting symptoms in patients with obstructive HCM. Symptoms may include shortness of breath with exertion, chest pain, dizziness, or exertional fatigue. Although there is no cure for HCM, there are several effective treatment options available to improve symptoms. تمام، فهمنا كده شباب القصة دي؟ الفيديو كان واضح وفهمنا الدنيا؟ اي هوب سو. يا دكتور تمام. طيب ممتاز قوي، الكونسبت ده في منتهى الاهميه. يبقى لو جينا نشوف الصوره ديت هتلاقي شايفين السبتم في هايبرتروفي عنيف جدا عن الاذر وولز بتاعه الفنتريكل. اذا الهوكم هو اوتوزومال دوميننت جينيتك ديس اوردر، يبقى ده مرض برضه بينتقل باوتوزومال دوميننس. عشان كده وانس ان احنا ندياجنوز حاله لازم نجيب كل الفيرست ديجري ريلاتيفز بتاع هذا الشخص، انا اجيب اخواته وعياله واعمل لهم وبابا ومامته واعمل لهم ايكوكارديوجرافي عشان اديتكت في العيله دي في كم واحد عنده اتش سي ام. يبقى دي اهميه معلومه ان هذا مرض اوتوزومال دوميننت، يعني حاجه لازم بتنتقل في الجينريشنز كلها. كاركترايز باي، نلون الحته دي قوي، اسيمتريكال ليفت فنتريكولار هايبرتروفي طبعا ويز امبيرد دايستوليك فيلينج، بتخلي الهارت ده الكافيت صغير ما بيقدرش يملا ديورينج دايستولي. تمام، عشان كده الشخص ده يجي له هارت فيلر مانيفيستيشنز نتيجه دايستوليك ديسفانكشن، لكن الاجكشن فراكشن الكفاءه بتبقى سوبر معديه ال 50%. ايه الايتيولوجي؟ طبعا هو الموست كومن جيناتيك كارديوفاسكولار ديس اوردر، اهم مرض وراثي في القلب، وانهيريتد كاوتوزومال دوميننت ديزيز. الجينز اللي بيحصل فيها الباثولوجي، الجينات اللي بتدخل في تكوين العضله زي التروبونين تي اي وزي المايوسين لايت تشينز، الحتة دي مش مهمة قوي. طبعا الباثوفيسيولوجي زي ما قلنا قد يكون ايه بيحصل هايبرتروفي تضخم، وهذا التضخم قد يكون اوبستراكتيف وقد يكون نون اوبستراكتيف. طيب ايه الكي فيتشرز يا شباب؟ موست بيبل ار اسيمتوماتيك، يعني ده يعيش له مثلا 20 25 سنة ما بيشتكيش من اي حاجة، بعد كده بقى لما يبتدي يحصل obstruction يبتدي يجيله syncopal attacks، يبتدي يجيله shortness of breath dyspnea كل أعراض الهارت فيلير، يجيله angina أو chest pain. مين شاطر يقول لي سببين للانجينال بين في عيان الهوكم؟ قول لي سببين يخلي الشخص ده يجيله chest pain. يلا عاوز أسمعكم كده. هو أول حاجة ممكن يكون ischemic عشان ما فيش دم أساسا رايح للأورطة، فمفيش دم هيروح للكورونري. اكسلنت، يبقى قصدك ان كورونري هايبوبرفيوجن عشان ما فيش دم خارج للاورطه، برافو عليك. ايه كمان سبب تاني جميل؟
برافو يا أبرار. مين تاني يفكر كده يا شباب؟ مش في حاجة اسمها سبلاي ديماند ميس ماتش؟ عضلة تخنق جامد قوي، العضلة التخينة قوي دي مش محتاجة بلاد، محتاجة دم زيادة، ايوه فيحصل صح. صح كده شيماء؟ يحصل حاجة ايوه اسمها كنت هقول لحضرتك دلوقتي، عشان حضرتك قلت ان مش هيأثر على الاجكشن فراكشن، كنت لسه هسأل ليه مع هايبرتروفي، مع الوقت هيبقى فيه تأثير برافو اكسلنت. ده في الليت، في الفيري ليت يبتدي في يحصل حاجه الليت. اسمها برافو، بيحصل بيرن اوت، العضله دي خلاص دي تنحرق وتبتدي يحصل فيها امبيرد فانكشن، ده في الفيري تمام ليت بيفور ديس. برافو. لكن ليه بقى؟ لان بسبب الريبيتد اسكيميا، عضله تخينه قوي ومش واصل لها الدم اللي مقضيها، فعشان كده يحصل له نوع من انواع السبلاي ديماند ميس ماتش ويبقى دايما عنده شيست بين. الناس ديت يا شباب كل ما نصورهم كوروناري انجيو بنلاقي الشرايين بتاعتهم سليمه، لان الكورونريز هي سليمه لكن الدم فيها مش واصل كويس، مش ماشي حلو بسبب اللو بلاد في الاورطه. تاني حاجه العضله دي محتاجه دم زياده عن الطبيعي اللي بيجي لها، يبقى دول اهم سببين للانجينال بين اللي بيجي للناس دي. طيب برافو عليك. طيب وطبعا اهم حاجه في السيمتوماتولوجي هو السادن ديس، ده مهم جدا. طيب ليه الناس يجي يحصل لهم سادن ديس يا شباب؟ عشان هو بيبقى اسيمتوماتيك في الاول، اه يعني ليه هو بقى؟ البيشنت بيفضل فتره ان هو اسيمتوماتيك، ده اه غير ليه؟ السينكوبال اتاك ليه موت؟ والاوبستراكشن. برافو اكسلنت. اوبستراكشن، شوفوا بقى، تخيلوا ان السبتم ده اهوت، شايفين الرسمه؟ إيه الصوره واضحه قدامكم؟ اوكي طيب، ده السبتم اهوت يا شباب، السبتم ده عمل اوبستراكشن، خلى مفيش كاردياك اوتبوت. ايه رايكم؟ احنا يعني كل مره كان الاوبستراكشن بيجي ويفك، يجي ويفك، فيجي له سنكوب يغمى عليه ويفوق. طب ايه رايكم لو حصل اوبستراكشن وما فكش؟ الشخص ده هي ايه؟ هيضاي، حصل له ديس، هيضايق. صح؟ اكسلنت. طب تمام. ايه اللي بيخلي يعني الفنتركل اوفر كام الاوبستراكشن؟ يعني ايه اللي يخلي الاوبستراكشن يحصل ونتغلب عليه؟ ان لسه الكونتراكشن كويس ولا لا، ايه؟ غير ان الكونتراكشن كويس. الميجا ديب بريشر الموجود في الاورطة عشان ما فيهوش دم. لا يا اولاد، الفوليوم، كميه الدم، كل ما الليفت فينتريكل ده يجي له دم كتير هيزق الاوبستراكشن ويتغلب عليه ويطلع، تمام؟ عشان كده الناس ديت لما يحصل لها هايبوفوليميا، وده اللي حصل مع زميلنا الله يرحمه، هايبوفوليميا يعني ينسى نفسه في الاكل والشرب او يعرق عرق شديد قوي، كمية الدم اللي في الفنتريكل تقل، فما تقدرش تأوفر كام الأوبستراكشن فيموت. طيب هل في حاجات تانية تعمل هايبوفوليميا؟ أدوية ممكن دكتور يموته بأدوية؟ ايوه ادويه ضغط مثلا، برافو اكسلنت اكسلنت. او مثلا ان هو الدايوريتك، حادثه مين شاطر؟ قلب قال رئيسيه. الدايوريتك ده عظيم، مين شاطر؟ انت مين؟ شيماء. شيماء، برافو عليك شيماء. الشخص البيشنت ده يروح لدكتور يلاقيه بينهج، يقوم جاي مديله الدايوريتك، يقوم جاي مموته. ليه ده دايوريتك؟ عشان يريليف البلمونري كونجيش، يموته على طول. ليه؟ لان انت قللت الفوليوم، دخلته في هايبوفوليميا فزودت الاوبستراكشن. معنى كده ان الدايوريتكس كونترا كونترا انديكيتد في حالة. انديكيتد، اكسلنت، برافو عليك. دايما كده بنحط عليه علامه حمراء ودايما بنوبخ اللي بيكتبها، تمام. لأنه كده قاتل. طب إيه تاني غير الدايوريتكس؟ إيه رأيكم في احنا أي قلنا لو حاجة؟ البيشنت اتعرض لأي حاجة تنديوس هايبوفوليميا، زي مثلا حادثة، برافو، نزف بليدنج، كتير، برافو، دي دايريا، ريبيتد فوميتنج، هايبوفوليميا لأي سبب. جاسترو انترايتس. بالظبط. بالظبط، برافو عليك. طب إيه رأيكم في الفازو دايليتورز؟ زي النايتريتس مثلا. النايتريت احنا عارفين انها بتشتغل ملي عن طريق انها تعمل فينو دايلاتيشن. الفينو دايلاتيشن ده هيقلل الفينوس ريتير، صح؟ فيقلل البلاد فلو اللي راجع للفنتريكل، فيقلل الفنتريكولار بلاد فلو، فيخلي الشخص ده يموت. عشان كده الناس دي كونترا انديكيتد انها تاخد نايتريتس،
يروح للدكتور بشيست بين، يقوم جاي كاتب له نايتريت بجرعات كبيره، يقوم جاي مموته. فالفازو دايليتورز من الحاجات اللي كونترا انديكيتد في عيانين الهوكم. تمام، يبقى اول سبب بيخلي الناس يحصل لها سادن ديس هي الهايبو فوليميا، وات ايفر ذا كوز، سواء كانت ياتروجينيك بفعل دكتور او بفعل فاعل، او كانت ناتجه عن هايبو فوليميا لاي سبب بقى زي بليدنج فوميتنج دي هايدريشن او. طيب السبب الثاني اللي يخلي الاشخاص دي تموت يا شباب هو المالجننت اريزميا. الناس دي بتخش فيه في تاك وفي اف. لماذا؟ قال لك لان الهايبرتروفي اللي حاصل نتيجه الباثولوجي بيبقى في حاجه، احنا عارفين ان الهايبرتروفي تضخم القلب في منه شكلين، شكل كونسنتريك العضلات بتقعد تتخن بشكل دائري حوالين بعضها، وده في عيانين الهايبرتنشن العضله كده تقعد تبني ليرز فتتخن بنسميه كونسنتريك. اما الهايبرتروفي التضخم في عيان الهوكم بيبقى حاجه اسمها ديس اري، تضخم عشوائي، الفايبرز بتتخن وبتزيد بشكل عشوائي. هذا التضخم العشوائي ده نيدس فور اكتوبك فوساي، يعني بؤرة لتكوين بؤر كهربية تدخل الشخص ده في في تاك او في اف. فتاني سبب للسادن ديس والسينكوب هو المالجننت اريزميا زي الفي تاك والفي اف. تمام يعني كده؟ الفايبرز مش بتكونتراكت مع بعضها، في ديس اري فايبر بتاع بالظبط، كل فايبر شغاله في اتجاه فتعمل نيدس بؤره كهربيه تدخل الشخص في تي او في اف. عكس الهايبرتنشن ده عامله زي البصلايه الاونيون، كونسنتريك هايبرتروفي يعني لفه حوالين نفسها. تمام كده؟ تمام. الكلام ده مهم قوي، انت لما نفهم الكلام ده نبقى احنا ناس محترمه يعني. اوكي طيب، يبقى ده بالنسبة للكي فيتشرز وليه الناس دي يحصل لهم سادن ديس. طب في الاكزامينيشن مين شاطر يقول لي اهم تو فايندنجز في الاكزامينيشن بتاع عيانين الهوكم؟ مين شاطر كلينيكال او مذاكر كلينيكال؟ هخبيها عنكم بقى. لو انتوا فاكرين في البلس كده كان في فورم من البلس كانت ديت موجودة في عيان الهوكم، حد فاكرها؟ انتوا شاطرين قوي. الريجولار يعني ولا في الكاركتر بتاع البلس كان في كاركتر كده موجوده في الهوكم. يا خساره التعب وشاي. فاكرين نسمع عن البلصه المشقوقه، البيفت بلس اللي هي الام شيب؟ البيفيد بالس او بنسميها ايه، بالسس بسفيريانس. دي كانت بتحصل في حاجتين، في الدبل اورطة وكانت بتحصل في الهوكم. مين شاطر بقى يقول لي ليه البالس يبقى بيفيد في الهوكم؟ لان لو انتوا يلا عشان بي اوفر فلو البلاد على مراحل يعني عشان برافو عليك. يعني احنا انيشيالي الدم بيطلع ثم ال في او تي الاوت فلو يقفل فالدم ما بيطلعش ثم يوفر كام عليه ويطلع تاني، فتلاقي اول طلع بلاد كاردك او بوتا هيت، بعد كده الاوبستراكشن حصل فالدم قل ثم اوفر كام الاوبستراكشن تاني فالدم رجع عالي تاني، فيديني الدبل ايه صامتس ديت او البيفيت بالس او البالسس بسفيريانس. تمام، يبقى ده ليه في بيفيت بالس. طيب تاني اوسكالتاتور فايندنج في الهوكم اني بسمع هنا الايبكس بيبقى فيه حاجه اسمها دبل امبلس، فاكرينها برضو في الكاركتر بتاع الايبكس هتلاقي يقول لك هنا دبل امبلس، يعني هنا بدل ما احط ايدي على الايبكس احس الايبيكال امبلس، لا هحس تو امبلسز، احس نبضتين. النبضه الاولانيه كلنا عارفينها نبضه الايبكس، مين شاطر يقول لي النبضه الثانيه بتاعت ايه؟ اقولها لكم انا. عارفين احنا عندنا طبعا ال في ليفت فنتريكولر مع التضخم الشديد بيبقى البريشر جواه قليل، واحنا عارفين ان الليفت اتريوم بيفض الدم في الليفت فنتريكل على مرحلتين، مرحله باسيف ومرحله ايه؟ مرحله اكتيف. الباسيف 70%
والاكتف اللي هم 30%، صح؟ دي معلومة بدائية. طيب لما الفنتريكل ده بقى ستيف ما بقاش يريلاكس كويس، ال 70% دول قالوا خالص هم اللي بقوا 30، والمرحلة الاكتف اللي هي بالاتريال كونتراكشن بقت هي اللي 70%، فبقى في عندي اتريال كونتراكشن قوي جدا. دي حاجة بنسميها اتريال كيك، يعني الاتريوم بقى يعمل كونتراكشن جامد قوي. كان الاتريال كيك بيديني اس كام في الاوسكالتيشن؟ حد فاكر؟ وانتم ما خدتوش راوند كارديو ولا ايه يا ولاد؟ لا احنا مش فاكرين خالص بجد. ده كده الدنيا خربانه خالص. تمام. طيب الاتريال كيك ده كان بيديني اس 4، اس 4 ساوند. انت سمعوا في، انا في فيديوهين كلينيكال على القناه اسمعوهم، يعني الحاجات دي مشروحه فيهم سهله خالص. تمام. بيديني اس 4. فهنا في الهوكم عندي الجزء اللي هو الاس 4 ده بقى قوي جدا، بقى 70% قوي جدا، لدرجه ان انا احسه على الايبكس، فيبقى في حاجه اسمها بالبابل الاس 4 مدياني امبلس نبضه كمان. يبقى ليه في الهوكم هتلاقي كده وانت جاي تذاكر عمل يقول لك في دبل امبلس او دبل ايبكس في الهوكم؟ لماذا؟ امبلس بتاعت الايبكس وامبلس بتاعت بالبابل الاس 4 نتيجه ان الاترم بيكونتراكت بشكل عنيف. دول حتتين عملي كلينيكال، لما ان شاء الله حضراتكم تذاكروا الكلينيكال هتعرفوهم كويس وهتفتكروا الشرح ده رجعوا له تاني. اوكي. طيب يبقى ده بالنسبه للاكزامينيشن. طيب بالنسبه للانفستيجيشنز، اهو اول حاجه اي سي جي. هنا طبعا في هايبرتروفي، تضخم عنيف، عشان كده لما تعمل رسم القلب هتلاقي المنظر المرعب ده. بتلاقي الكيو ار اس كده من اول في 4 لفي 6، بتلاقي الكيو ار اس ضخم جدا والتي ويف انفرتد بشكل عنيف قوي. الشكل ده مميز لحالات الهوكم. طبعا اهم حاجه على الاطلاق الجولد ستاندرد هو الايكو عشان اشخص كل حاجه. ممكن نعمل جيناتيك تيستينج، بنجيبهم عندنا وحده مجدي يعقوب في السابع، نعمل لهم اختبارات جيناتكس عشان نعرف ايه نوع الجين اللي عندهم. اي حاجه تانية ملهاش لازم. طبعا برضو الكاردياك ام ار مهم، لان قلنا ان الكاردياك ام ار بيعمل حاجه اسمها تيشو ايه، تيشو كاركترايزيشن. اوكي. طيب ايه التريتمنت العلاج بتاعنا؟ في دوايين اتنين مهمين جدا، تعالوا كده نفكر مع بعض. انا لو عاوز اوفركم الاوبستراكشن ده زي ما اتفقنا، هبقى عاوز ان الفنتريكل ماله يبقى فيه فوليوم كتير، لان الفوليوم الكتير يخليه اوفركم الاوبستراكشن. طيب الفنتريكل بيحصل له فيلنج ديورنج السيستول ولا الدايستول؟ مين يفكر معايا؟ الدايستول طبعا. برافو، في الدايستول. طيب انا عشان ازود الدايستوليك تايم محتاج اعمل ايه؟ اقلل الهارت ريت، صح؟ اقلل الهارت ريت، ان كل ما اقلل الهارت ريت هيبقى فيه تايم ان الدايستول يطول فيملى كويس. طب ايه الادويه اللي تقلل الهارت ريت؟ البيتا بلوكرز والكالسيوم تشانل بلوكرز. برافو. يبقى دول الدوايين اتنين اوف تشويس في علاج الهوكم، بيتا بلوكر وكالسيوم تشانل بلوكر. يبقى جاي لك الشخص بينهج ويتحسن النهجان على البيتا بلوكر مش على الدايوريتك، قلنا الدايوريتك كونترا انديكي. تمام. يبقى هنا عندي البيتا بلوكر والريت ليميتنج كالسيوم تشانل بلوكرز، دي الادويه اوف تشويس. طيب طبعا الستاندرد بقى هارت فيلير تريتمنت كده، والهارت ترانسبلانتيشن ده اخر حاجه. هل في تدخلات جراحيه اقدر اعالج بيها الهوكم؟ ايه رايكم؟ حد يفكر كده لو هو جراح وعاوز يحل المشكلة دي هيعمل ايه؟ ممكن نقلل في حجم السبتم اللي موجود في النص ده. برافو، اكسلنت. يعني قصدك برافو، قصدك ان انا اعمل ريسكشن، اقطع حتة من السبتم دي، حتة دي اشيلها اقطعها اهو. دي عملية اسمها ايه؟ سيرجيكال مايوميكتومي. بس هل دي عملية سهلة؟ ما اظنش. عملية صعبة جدا لدرجة ان الوحيد اللي بيشتغلها واللي اخترعها اصلا في الطب هو دكتور مجدي يعقوب، وهو لحد دلوقتي مع انه بقى مكركب خالص هو اللي بيشتغلها بنفسه في المركز. صعوبة العملية دي يا شباب حاجتين، ان انا عندي الايفي نود موجودة في الحتة دي، فهو ممكن وهو بيقطع يوم جاي يقطع الايفي نود يعني يخش في كومبليت هارت بلوك. تاني حاجة ان الاورتك فالف قريب قوي من هنا، فممكن يعور الاورتك فالف ويقطعه والعيان يخرج بسيفير اورتك ريجير، فهي عملية صعبة جدا. طب هل احنا بتوع القسطره نسكت؟
اخترعنا حاجة تانية من غير ما اشق صدر العيان، ايه رأيكم مين يفكر فيه؟ وانا ممكن ادخل السمت من هنا ومن هنا ونحاول ان احنا نضغط على السبتم. لا دي مصل، مصل كونتراكتنج، مفيش اي حاجة تقدر تكمبريست، بس انا ممكن اموت العضلة صح؟ تمام. ادخل العيان في ام اي صح؟ احنا عندنا هنا السبتم ده سبلايد بكرونرز اسمها سبتال برانشز، شرايين تاجيه كده داخله جوه السبتم، فانا اقوم جاي داخل بالقسطره بتاعتي واخش في السبتم دي، بقوم جاي عامل فيها ايه؟ بقوم جاي حاقن فيها كحول، فالكحول يخلي الحته دي من العضله تموت وتشرينك مش ممكن وتفايبر. يموت السبتم كله؟ برافو عليك، ما دي الكومبليكيشنز بقى، ان السبتم ده ممكن يفرقع، ممكن عنده يخش في ام اي ويضاي، يخش في اف ويموت، فهي حاجه قذره بصراحه. بس بتتعمل يعني حاجه وفيري بينفول، تخيل انت جبت العيان ام اي يعني اون تيبل ام اي، فالعيان ده بيصوت. لكن موجوده وبتتعمل اسمها الكحول سبتال ابليجن، اخش في السبتال برانش وممكن حقن كحول يموت لي حته من السبتم. تعالوا كده اوريكم النوعين دول من التدخل، تعالوا كده نشوفهم فيديوز. اهو ده اللي هو السبتال الكحول سبتال ابليجن، حقن الكحول، تعالوا شوفوه كده. Alcohol septal ablation is a minimally invasive catheter-based treatment performed to reduce the thickening of the heart muscle, specifically the ventricular septum. During this procedure, the femoral artery is accessed and a catheter is advanced from the leg until it reaches the coronary artery, supplying blood to the thickened septum. Once the catheter is properly positioned in the septal artery, a tiny balloon at the tip of the catheter is inflated, blocking blood flow. 1 to 2 cc's of absolute alcohol is then injected through the catheter and into the septal artery. The alcohol directly damages the heart muscle, which over the course of several weeks to months will reduce the thickness of the septum. By thinning this area, the mitral valve will not move toward the septum, eliminating obstruction to blood flow. This restores the pressures in the heart to normal, resulting in a significant improvement or elimination of heart failure symptoms. It can take several weeks to months for the septum to completely thin and the full benefits of the procedure to be felt. تمام كده شباب، شفنا كده ازاي بنعمل الكحول سبتال ابليجن. طب تعالوا نشوف كده الجراحه عامله ازاي. Septal myectomy is a surgical procedure performed to relieve obstruction by reducing the thickening of the heart muscle, mainly the ventricular septum. During this procedure, an incision is made in the chest to access the heart. The heart is stopped, and a heart-lung bypass machine takes over the work of the heart and lungs. An incision is made in the lower aorta in order to visualize the ventricular septum through the aortic valve. Then, under direct visualization by the surgeon, a portion of the septal wall is resected with special instruments. This widens the outflow area, which prevents the mitral valve from making contact with the septum. By successfully eliminating the obstruction to blood flow, the pressures in the heart are returned to normal, and limiting symptoms from HCM are dramatically improved or eliminated. Relief of obstruction is seen immediately. However, it can take several weeks to months to recover and feel the full benefit of the surgery. تمام كده شباب، فهمنا كده ديت وديت. هو الانجري ده بنحصل عليه في الستيشن الايه؟ طبعا طبعا، عشان كده بنمشيه على انتي كواجوليشن لحد ما يحصل اندوسولايزيشن للجزء الجديد اللي احنا قطعناه ده. طب ممكن الجزء الجديد ده يرجع يكون تاني، يعمل يرجع تاني بالظبط، بيحصل ريكارنس تاني. برافو عليك، ده في انسيدنس اوف ريكارنس بقى بوست اوبراتيف تاني. فهي كلها حلول بسيطه، هو ده مرض من يعني من اسخف الامراض بصراحه، وطبعا الديفينيتيف تريتمنت هو الهارت ترانسبلانتيشن.
حاجة سخيفة جدا. خلي بالكوا بقى، طب افرضوا العيان ده بقى سيرفايفد كاردياك ديس، يعني دخل في في تاك او في اف وكان جنبه حد اشتغل عليه سي بي ار وانقذ حياته ورجع، هنا بركب له جهاز الاي سي دي. عارف فاكرين جهاز الاي سي دي اللي هو الانترا كاردياك دي فايبريليتور؟ ده جهاز بركبه جوه، اول ما نخش في تاك او في اف هو يديتكت ات ويقوم جاي مديله صدمة جواه فيقيم من السادن ديس. تمام، فده برضو من الاوبشنز اللي احنا ممكن نقلل فيها بيها انسيدنس اوف سادن ديس، ان انا اركب للعيان الاي سي دي. دي بالنسبه لي يبقى ميديكال تريتمنت بيتا بلوكر وكالسيوم شير بلوكر. سيرجيكال، عندي سيرجيكال مايوميكتومي وعندنا الالكحول سيبتال ابليجن. اريزموجينيك، ادي انت اريزمك دراجز او اركب اللي عنده اي سي دي عشان احميه من السادن ايه ديس. طيب في اي سؤال في الهوكم؟ هوكم ده من الحاجات الظريفه يعني. تمام، هو مش هو من الأمراض الجينية وفي ليها جين سيرابي؟ هي يعني تيل ناو مفيش ابروفد جين سيرابي فور ات، لكن زي ما انت عارفه انهم بيشتغل يعني جين سيرابي ده فيوتشر، فاي هوب انهم يقدروا يوصلوا لحاجه زي كده. شكرا. تمام، عندك سؤال يا شيماء؟ هو في الديفينيشن، اوكي الديفينيشن اللي قلنا ان هو في دايستوليك فيلنج امبيرد في الدايستوليك فيلنج، وانا عندي في السيستول كمان. لا احنا اتفقنا ان الاجكشن فراكشن اباف 50، ففي فهي جود سيستوليك فانكشن، لكن انا بتكلم ان الميم باثولوجي في الدايستوليك فيلنج لان مفيش ريلاكسيشن كويس. لكن انت قصدك يا ابرار ان الكاردياك اوتبوت ضعيف، ده ناتج عن اوبستراكشن مش عن مشكله في الدايستوليك فانكشن. تمام، بس في الليت في ال يعني في الليت كونديشن بيحصل بقى سيستوليك ودايستوليك. ده في البرن اوت، ده في خلاص في الفيري ليت يعني، ده هنا تحول بقى الى يعني نوع من انواع الدي سي ام بقى. تمام، ما تنسوش ان الدي سي ام اللي احنا قلناه او الدايليتد كارديوميوباسي ده هو الليت ستيج بتاع اي حاجه، سواء حتى مريض صمام، مريض هايبر تنشن، اي مريض في النهايه خالص هينتهي ان القلب ده يبقى دايليتد مايوباسي ويموت للاسف يعني. اوكي طيب تعالوا كده نخش على الباثولوجي الثالث بقى والاخير في الكارديوميوباسي اللي هو الريستريكتيف كارديوميوباسي. الريستريكتيف ده مرض اسخف مرض بنشوفه في حياتنا، هو مرض الريستريكتيف مايوباسي، مرض سخيف جدا. طيب تعالوا كده افهمكم ايه القصه دي. الريستريكتيف كارديوميوباسي ده هو المثال القوي جدا للدايستوليك ديسفانكشن. الفنتريكلز بتبقى فيري سمول ويز جود فانكشن، والتو اتريا بيبقوا هيوج هيوج لدايليتد لدرجه ان نقول ان القلب عباره عن اتريا مش فنتريكلز بهذا الشكل. من اسمه ار سي ام، يبقى شكل القلب بهذا الشكل بالظبط كده، ار سي ام ريستريكتيف كارديوميوباسي. الفنتريكلز ستيف لاسباب ما لدرجه انها مش بتريلاكس عشان تريسيف الفينوس ريتيرن. فتعالوا نتخيل مع بعض ان انا عندي الفينوس ريتيرن جاي من الابر بارت اوف ذا بادي ثرو اس في سي ومن اللور بارت اوف ذا بادي ثرو اي في سي. نزل الفينوس ريتيرن للرايت فنتريكل، ريلاكس يا رايت فنتريكل عشان تريسيف الفينوس ريتيرن، قال انا مش قادر اريلاكس، فكميه بسيطه قوي من الدم نزلت فيه، لكن الكميه الكبيره قوي تنتها في الرايت اتريوم فكبرت الرايت اتريوم خلاته شارع وريفلكتد، زودت البريشر الفينوس بريشر في الابر بارت اوف ذا بودي وزودت الفينوس بريشر في اللور بارت اوف ذا بودي، فيجي له مانيفيستيشنز بتاعه السيستميك كونجيشن كلها. طب كميه دم قليله قوي راحت للرايت فنتريكل، يبقى كميه دم قليله راحت لللنج، فاللنجز تبقى فيها لنج اوليجيميا، اللنج مش رايح لها دم كويس، فالشخص يجي له مانيفيستيشنز اوف بالمونري اوليجيميا، ينهج ويبقى هايبوكسيك ومفيش اكسجينيشن كويس، وكميه الدم اللي راجعه للاتريوم هترجع. يجي الليفت اتريوم يقول للليفت فنتركل افتح يلا ريلاكس عشان تستقبل الفينوس ريتير، يقول له انا مش قادر اريلاكس، فالدم كله يتجمع هنا ويبقى ريفلكتد على اللنج فيعمل لي بالمونري كونجيشن، احتقان مع الاوليجيميا، يبقى في احتقان في الفين واوليجيميا في الارتري. تمام، فكل ده يديني بالمونري مانيفيستيشنز عنيفه جدا،
والليفت فنتريكل مش واصل له دم خالص، طلع لي يا ليفت فنتريكل كاردياك او بوت، يقول لي انا مش قادر اطلع، فيبقى في لو كاردياك او بوت مفيش دم خارج، فالشخص ده يبقى عنده لو كاردياك او بوت مانيفستيشنز، ويجي له كل التيبيكال مانيفستيشنز بتاعه الهارت فيلير، مع ان لو شفت السيستوليك فانكشن بتاعه الفنتريكلز هلاقيها سوبر سيستوليك فانكشن، لكن القصه كلها في الدايستوليك ديسفانكشن. هو ده فكره الار سي ام، وده مرض العصر يا جماعه. ايه اللي يخلي الفنتريكلز مش بتريلاكس كويس؟ مين شاطر يقول لي اهم سبب يخلي الفنتريكلز مش بتريلاكس كويس؟ فيبروسس فيها مثلا. برافو، فايبروزيس اللي قال كده عظيم. ايه اهم حاجه تخلي الفنتريكلز تفايبروز؟ طب ايه اكتر حاجه تخلي الشعر يبيض بعد كليه الطب؟ ممكن يكون الاستريس كولاجين. سوري يا جماعه، بس هو الاستريس على فكره غير الاستريس هو اللي يخلي الشعر يبيض. هو الاستريس ده كليه الطب غير ممكن كولاجين يا دكتور؟ يس، الايدجينج. الايدجينج ان احنا نعجز، شعرنا بيض لما بنكبر. الايدجينج، فعشان الايدجينج بوبوليشن زمان كانت بتموت صغيره، دلوقتي الناس بقت تعيش 70 و80 و90، فالايدجينج ده خلاص المسلز بقت فايبروز وكالسيفايد، ففقدت الدايستوليك فانكشن. عارفه كده اقول لك انت يعني جسمك انت شاب كده وجسمك مرن مرن وطري، عكس ما تكبر وتعجز وتخشب كده، فالفنتريكلز خلاص خشبت فحصل فيها فايبروزس وستيفنينج. فأهم سبب أو ليه بقى الار سي ام ده منتشر جدا جدا في الكوميونتي بتاعتنا، نتيجة الايدجنج بروسس، والناس بقت تعيش كتير قوي بعد كورونا. كل يعني الار سي ام بتوعنا ماتوا بكورونا، فأعتقد الكورونا قللت القصة دي. طب ايه تاني أهم سبب غير الفايبروزس اللي ناتج عن الايدجنج يخلي فيه ار سي ام؟ هو لو في مثلا بريكارديال افيوجن ممكن يعمل كده؟ ده حاجة بنسميها كونستريكتيف بريكارديتس، يعني الغشاء اللي حوالين القلب هو اللي عامل كده، اللي هو البريكارديوم ده كونستريكتيف بريكارديت، ده مختلف عن الار سي ام اللي هو مشكله في العضله نفسها. تمام. ايه بقى الناس الملظلظه بقى؟ الفات بقى، صح؟ يعني يس، الاوبيسيتي، انسيدنس الاوبيسيتي بقى عالي جدا. يعني انا اتخنت 10 كيلو مش عارف اخس، فالاوبيسيتي ديت بتعمل فايبرو، الفاتس بتبقى امبيدد جوه الكارديومايوسايت وتعيق الريلاكسيشن بار، ما تخليهاش طريه كده ومرنه في الريلاكسيشن، فدي برضو سبب مهم جدا، صح؟ يبقى دول اهم. الهايبوكالسيميا ممكن تعمل حاجه شبه كده؟ الهايبوكالسيميا اذا تمبراري كوز، لانها لو سيفير وبرزيستنت تخلي الشخص ده يخش في اريزميا ويموت. تمام، لكن مش بيرمننت كوز. طيب يبقى الار سي سي ام هو الريستريكتف كاردومايوباثي، قال لك اهو انفولف كونتراكشن اوف اتريا، يبقى عباره عن ايه؟ كونتراكشن اوف اتريا اجين ستيف نون دايليتد فنتريكلز ويز نير نورمال سيستوليك فانكشن. يعني الفنتريكلز ديت ستيف نون دايليتد، حاجه متخشبه ومش دايليتد، ده صغنطوطه، والسيستوليك فانكشن كفائتها كويسه. ايه اهم الاسباب؟ قلنا اميلودوزيس، سكليروديرما، ساركويدوزيس، الهيموكروماتوزيس، الجلايكوجين ستوري. خلي بالكم كل دي حاجات بتترسب على العضله. حاجه مهمه قوي الراديو ثيرابي في عينين الكانسر، وزودوا عليهم بقى حاجتين اللي احنا قلنا عليهم، الايدجنج والاوبيسيتي، زودوا الاثنين دول ايدجنج واوبيسيتي. الباثوفيسيولوجي زي ما اتفقنا، ستيف فنتريكلز تؤدي الى امبيرد دايستوليك فيلينج، مشكله في الدايستوليك ديسفانكشن. اوكي طيب، ايه الانفستيجيشنز اللي نعملها؟ طبعا اي سي جي والايكوكارديوجرافي، دول مهمين جدا. تعرفين الناس دي يا شباب لما نعملهم اكس راي بنلاقي ان القلب فيه يعني في كالسيفيكيشن في العضله، لدرجه ان القلب مرسوم في الاكس راي شكل كده، لو شفتوه مش هتنسوه خالص. طبعا الاندوميوكاردال بايوبسي، ان انا اخد بايوبسي عشان اشوف الحاجه المترسبه، ده جولد ستاندرد. لكن انا اقدر اعرف كاركتر التيشو بحاجه تانية غير البايوبسي، مين شاطر يقولها؟ لسه قايلينها من شويه، الام ار اي. الام ار اي يعني برافو، اكسلنت. الكاردياك ام ار دي حاجه نون انفيزيف، وتقدر تقول لي كاركتر التيشو ده، اكسلنت. طبعا التريت بتاعنا هو ليه ده بقول عليه مرض وحش؟ لان كل علاج ليه بيبقى علاج سيمتوماتيك، علاج عرض بس، والعيانين دول بيبقوا فيري باد بروجنوزيس وبيضايوا او يحتاجوا هارت ترانسبلانتيشن.
فده برضو مرض. هتلاقوا كل امراض الكارديومايوباثي بس امراض فيري باد بروجنوزس، امراض سيئه البروجنوزس للاسف الشديد. طيب تعالوا كده نخش فيه. خلي بالكم بقى، اللي عنده جد او جده كده فوق ال70 75 سنه هتلاقي عندهم القصه دي. طيب عندنا كده مرض كده في اللذيذ اللي هو المايوكاردايتس. دي هنتات كده، هنت الصغنطوطه قوي. المايوكاردايتس احنا قلنا قبل كده انفلاميشن في المايوكارديوم نتيجه انفكشن اشهرها كورونا دلوقتي او توكسنز. ايه اشهر توكسن بيعمل مايوكاردايتس؟ الناس بتنتحر بيه. ايه؟ حبه الغله. بالظبط، الزنك فوسفايد او الالومنيوم فوسفايد بتاع حبه الغله. وبعض الاوتو اميون ديزيزز تعمل زي اشاره السيستميك لوبس، بتعمل لوبس كارديتس. طبعا فيرال انفكشن زي الموست كومن زي ما قلنا الكوكزاكي اي وبي فيروسز والانفلونزا فيروسز. بعض الادويه زي الكوكايين، الكوكايين ده غبي جدا يا ولاد، بيعمل مايوكارديتس بشكل عنيف. طبعا قلنا المايوكارديتس قد يكون ريفرسبل، ده من الحاجات الريفرسبل ممكن ترجع طبيعيه، لكن للاسف ممكن تبروجريس وتكمل للدي سي ام. عشان كده قلنا من اسباب الدي سي ام الدايليت موبس هو المايوكارديتس. طيب عندنا بقى في مرض كده سخيف قوي، انا قلت لكم فكرته في الاول اللي هو الاريزموجينيك رايت فينتريكولار كاردوموبس. ده مرض نادر قوي لكن هقول لكم عنه كلمتين اتنين. اسمه ايه؟ زي ما قلنا اريزموجينيك، يعني في اريزميا في الموضوع. رايت فينتريكولار يعني ده باثولوجي في الرايت فينتريكل. كارديوميوباسي مشكله في العضله. ايه اللي بيحصل في المرض ده؟ اتفضل يا دكتور. هي دي مش موجوده في النسخه الجديده؟ لا موجوده في النسخه الجديده بس ما كانش معمول عنوان، هتلاقيه سطر كده في وسط الكلام عند المايكروديتس. تحت المايكروديتس. حاولي حتى تلونيه كده، انا ظبطته في النسخه الجديده اللي هي النسخه القادمه ان شاء الله. لقيتي؟ هو موجود يا دكتور بس هو بس مش متظلل. بالظبط. هلاقي السطر كده، السطر السادس في تحت المايكروديتس. اوكي طيب ايه الاريزموجينيك ار في ديسبليزيا ده يا شباب؟ انا شفت، يعني انا فاكر اول حاله الله يرحمها كانت ست نجلاء، دي اول عيانه اريزموجينيك ار في كاردوموس شفتها في حياتي. كانت حاله مزرب ماساويه فوق ما تتخيل، وجوزها للاسف لما تعبت التعب ده طلقها، لان الرجاله زي ما انتم عارفين ملهاش امان. ما لهمش امان. والله الرجاله دي اسوأ فئه في المجتمع. مع احترامنا ليك يا دكتور طبعا. يعني صوابعنا مش زي بعضها يعني. هو الواحد من حكمه يعني من احتكاكه بالعيانين فشاف مقاسهم. الست تقف جنب الراجل وتشيله وشيل، لكن الراجل ده خسيس بيرميها مع اول قلم. والله دي حقيقه فعلا، ربنا ينتقم تمام. طيب الاريزموجينيك بقى ار في ديسبليزيا ده يا شباب حاجه كده نادره، يعني سبحان الله. بيحصل ايه؟ احنا عارفين ان المايوكارديوم عباره عن مصل، ده بيحصل جيناتيك ديس اوردر بيخلي العضله تتحول وتبقى ريبليز بفاتي سيلز، بفاتي سيلز. فتلاقي هنا العضله بدل ما هي كارديومايوسايت يحصل فايبروفاتي ديسبليسمنت او ريبليسمنت، تتبدل العضله الى فايبروفاتي تيشو، نسيج كده فاتي. مش يعني اكيد ده طبعا هيخلي العضله بتاع الرايت فينتريكل ان ايبل تو كونتراكت، وبالتالي يبقى الناس دول عندهم ار في فيلير، رايت فينتريكولار فيلير. ده كلام بديهي، لكن ده الاوحش من كده ان الفايبروفاتي ريبليسمنت ده نيدس فور اريزميا، ويخلي الناس دول يخشوا في فيتاك وفي اف ويموتوا برضو صادن ديس بسبب القصة دي. يبقى مشكلة الناس ديت او التعب ده ببساطة عبارة عن fibrofatty replacement of cardiomyocytes of the right ventricle يؤدي الى RV failure right ventricular failure و arrhythmia malignant arrhythmia VTAC or VF malignant arrhythmia VTAC و VF. طيب تعالوا نقرأ الكلمتين بتوعه اهو. يبقى هو عباره عن كونديشن فيها بروبلم في الديزموزومز، مش مشكله، بيحصل ريبليسمنت للكاردياك للمايوكارديال سيلز ويز فاتي اور فايبرو فاتي تيشو. القصه كلها طبعا هيبقى ايه؟ انيبل ار في او فيلير اوف ار في كونتراكشن بور ار في فانكشن وانيوريزم فورميشن للرايت فينتريكل، يخشوا في اريزمياز قاتله. هنا نعلم دي الحته اللي ممكن تيجي ام سي كيو، ان التشخيص الوحيد للاريزموجينيك ار في ديسبليزيا هو بالكاردك ام ار بالرنين،
لان الرنين بيعمل حاجه اسمها تيشو ايه، تيشو كاركترايزيشن. عشان كده الحاجه الوحيده اللي تشخص لهذا النوع من الباثولوجي هو الكاردك ام ار الرنين. دي معلومه، دي اهم معلومه، اللي عليهم الاحمر دول المعلومات المهمه. طب مين شاطر يقول لي ان انا لو عاوز احمي الناس دولت من السادن ديس احط لهم جهاز اسمه ايه؟ نفس الجهاز اللي استخدمناه قبل كده اللي هو ICD. برافو، الاي سي دي، الانترا كاردك دي فايبريليتور زي بتوع الهوكم كده، برضه حطه عشان لما تخش في بيتاك او في اف الجهاز يديتكت ات ويديها صدمه داخليه فما تموتش. برافو عليك، اكسلنت. عشان الست اللي انا بحكي لكم عليها نجلاء دي كانت مركبه اي سي دي وماتت بايه؟ بار في فيلير، رايت فينتريكولار فيلير. ثواني بس احط الموبايل في الشحن، اللابتوب. اوكي طيب، تعالوا كده نخش على النوع اللي بعد كده اللي هو التكاتسوب وكاردوميوباسي او البروكن هارت سندروم. اكيد طبعا كلكم قاريين الموضوع ده وعارفينه قبل كده. حد فيكم شاف حاله بروكن هارت سندروم؟ انا شفت، يعني هي كانت حاله وحيده بصراحه. الحاله اللي انا شفتها يعني شور بروكن هارت سندروم دي كانت ست كده يا عيني غلبانه وكان جوزها لسه مطلقها من 3 شهور، فكان عندها حزن عميق جدا. جات لنا بمنظر ام اي سيفير شست بين، سيفير شست بين، سيفير شست بين. عملنا لها رسم قلب، لقينا فيها اس تي سيجمنت اليفيشن تيبيكال بتاع ام اي. بصيت عليها بالايكو لقيت القلب بتاعها شكله غريب قوي، عامل كده اهو. قلبها بيبقى عامل كده. ده الايبكس بتاعها، الايبكس ده عامل زي البالونه، بنسميه بالون دايلاتيشن للايبكس. الايبكس بقى بالونه. دخلتها صورتها قسطره على طول، لقيت الكورونرز بتاعتها نورمال، شرايينها سليمه تمام. هي دي البروكن هارت سندروم. الست دي دخلت في حزن عميق، الحزن العميق ده طلع الاستريس هرمون اللي هو الادرينالين، والادرينالين ده از بوتنت كورونري فازو كونستريكتور، قام عمل سيفير فازو كونستريكشن للكورونري ارترز. الايبكس عشان هو ابعد مكان عن البلاد سبلاي فبقى افكتد مور، فحصل فيه امبيرد فانكشن وبقى بالوند. البالونينج بتاع الايبكس بيديني اس تي سيجمنت اليفيشن، وطبعا عشان في كورونري سبازم فالست دي عندها سيفير شست بين، لكن لما صورنا القسطره طلعت نورمال كورونريز. لو انتوا فاكرين في الام اي كان ده سبيشال فورم من الام اي بنسميه، مين شاطر مذاكر؟ انتوا نسيتوا كل حاجه. حد فاكر العنوان ده؟ المينوكا اللي هو مايوكارديال انفاركشن ويز نون اوبستراكتيف كوروناري اثيروسكليروزس، يعني ام اي وصورنا قسطره طلعت القسطره نورمال طبيعي. كان من اهم اسباب المينوكا، لو فاكرينه في الكتاب هتلاقوه في شابتر، في اخر شابتر الام اي هتلاقي من ضمن اسبابه كاتبين التكاتسوبو او الـ الـ او البروكن هارت سندروم. تمام، يعني ده يا دكتور بيبقى تمبرري سبازم كده وخلاص وبيرجع تاني. برافو عليك، هو ريفيرزابل في تلتين الحالات، يبقى تلتين الحالات بترجع طبيعيه تماما والقلب سليم ورسم القلب سليم وكل حاجه سليم، لكن تلت الحالات بتكمل بهارت فيلير وممكن يحصل لها صدمه. انا شفت حاله قبل كده كان تمبرري سبازم وما كانش في، يعني كانت الكاردياك فانكشن كويسه كان في بس تمبرري سبازم. ف لا، ده بنسميه برينز ميتال انجينا، ده فازوس باسك انجينا، ما وصلش لدرجه التكاتسوب. تمام تمام صح، دي حاجه ثانيه خالص. تمام، يبقى عندنا كده البروكن هارت سندروم دي في الحالات اللي فيها سيفير ستريسفول سيتويشن زي موت حد عزيز علينا او طلاق او كده، بيبقى هي تيبيكال ام اي اس تي سيجمنت اليفيشن مع كلمه ايبيكال بالونينج دي علموا عليها، لان دي اول ما اسمعها اعرف ان دي تكاتسوبه. مش عارف هي مكتوبه هنا ولا ايه، مكتوبه في السطر الرابع ايبيكال بالونينج، علم على دي حاجه مميزه او مكتوب باسو جنومونيك، هلونها لكم بالاحمر في النسخه الجديده. تمام، ايبيكال بالونينج.
ماشي، في الليفت فينتريكل ده باسوجنومونيك. طبعا هي سيلف ليميتنج في تلتين الحالات، لكن ممكن تكمل بهارت فيلير، ممكن يحصل لها سادن ديس كمان. اوكي، عشان كده يقول لك الحزن بيموت او الزعل يموت. اوكي طيب، ده بالنسبه للتكاتسوب. عندنا بقى البري بارتم كاردوميوباسي، ده قلناه قبل كده. هو عباره عن ايه؟ على فكره مش عارف ليه بقى منتشر البري بارتم ده اخر حاجه تقريبا في الشابتر. الكيس بتاعته دي يا شباب اقراوها حلو، لانها ممكن تيجي في الامتحان. هي حاله هارت فيلر عاديه خالص، لكن حصلت في واحده كانت بريجننت، فممكن يربطها لكم في الامتحان. يعني هو كانه هيجيب سؤال هارت فيلر بس جابه في صوره بري بارتم كده. بقى منتشر اليومين دول قوي، شفناها كتير منهم زمايلنا دكاتره عيني، بنات حوامل وماتت بسبب القصه دي في اخر شهرين ثلاثه. فبتبقى كده بنت كده 30 سنه مثلا، وجيت بريجننت، حملت في اخر الشهر الثامن مثلا، تلاقي بدات يجي لها هارت فيلر مانيفستيشنز تيبيكال، لور لمب اديما سيجنيفيكانت، ما بقتش تنام على ظهرها، بقت تاكي كارديك، تيبيكال هارت فيلير. تبص عليها بالايكو تلاقيها سيفير هارت فيلير. هو ده اللي بنسميه بيري بارتم. فالبيري بارتم قال لك هو انكومن فورم هارت فيلير. بيحصل امتى؟ الكلمه دي شد تحتها 100 خط. في اللاست مانث اوف بريجننسي، اخر شهر في الحمل او 5 شهور بعد الولاده، يبقى دي مده مهمه قوي. تمام، يبقى امتى اقول ان في بيري بارتم؟ ما تجيليش مثلا في الشهر الثالث وتقول لي ان دي بيري بارتم، اقول لك انت كده يعني لا مؤاخذه حمار. البري بارتم يعني لو هارت فيلير بسبب الحمل، ده يحصل في اخر شهر من الحمل او في خلال 5 شهور بعد الولاده. امال ايه اللي يحصل مثلا في الشهر الثالث؟ لا، ده دي كانت عيانه دي سي ام دايليتد مايوباس، عيانه هارت فيلير، واللود بتاع الحمل هو اللي خلاها سيمتوماتيك. خلي بالكم الاثنين دول، ممكن واحده تيجي لك في الشهر الثاني او الثالث بهارت فيلير، يبقى دي اصلا هي كانت دي سي ام دايليتد مايوباسي، والحمل الاستريس بتاع الحمل هو اللي اظهر المانيفستيشنز فاكتشفتها. لكن امتى اقول ان ده بيري بارتم؟ لو الهارت فيلير ده ظهر في اخر لاست، في اللاست مانث اوف بريجننسي، او في 5 مانث افتر جيفنج بيرث. ده كلام مهم قوي. الدياجنوستيك كرايتيريا ان حصلت في المده اللي احنا قلنا عليها، الايجكشن فراكشن اقل من مكتوب 45، معلش خلوها 40 ماشي في المية بالإيكو، ومفيش أذر كوز للهارت فيلير، مفيش أي سبب تاني غير الحمل. دول التلاتة كرايتيريا بتوع البري بارتم كارديوميوباس. إيه إيه الكوز؟ أول ما الدكتور يسألك يقول لك إيه الكوز، تقول له الكوز إز أنون، غير معروف، ولكن في سيوريز نظريات. نظرية تقول إن هي براير فيرال إنفكشن، أو أوتو إميون، أو بور نيوتريشن، أو جيناتيك ديس أوردر، أي كلام يعني. طب هل في ريسك فاكتورز؟ يعني في حاجه تخلي بعض الحوامل اكثر عرضه ان يجي لهم بري بارتم مايوباسي عن الاخرين؟ لو هي ايه، تخينه، لو هي سموكر بتدخن او بتشرب كحول، كمان المالتيبل بريجننسز، لو حامل في توام او في تريبل او في كوادربل، يبقى في مالتيبل بريجننسز، حامل في كذا حاجه، اثنين او ثلاثه او اربعه، ده يزود. زودوا اولاد حته كمان اللي هي الاولد ايج، لو هي حامل على سن 35 40 سنه، ده يزود الانسيدنس بتاعها. لو في استخدام السيرتن ميديكيشنز لها كارديو توكسيك افكت، بور نيوتريشن، كل دي كوزز يعني. لكن الحقيقه اهمهم المالتيبل بريجننسز والاولد ايج اوف بريجننسي، والثلاثي بقى الاوبيسيتي والسموكينج والالكوحوليزم، دي اكتر ريسك فاكتورز تخلي بعض الستات اكثر عرضه ان يجي لهم بري بارتم مايوباسي اثناء الحمل عن الاخرين. طب ازاي اتعامل معاها؟ هو نفس علاج الهارت فيلير، مفيش فيه اي اختلافات سواء كان تشخيص او ايه تريتمنت. تمام كده، ده شابتر الكاردوميوباسي يا شباب. عاوز اسالكم كده قبل ما نختم السيشن، مين شايف ان يعني ايه اسوا، لو سالت سؤال ايه اسوا نوع من انواع الكاردوميوباسيس حضراتكم شايفينه او تتمنى ما يجيش لحد من قرايبك؟ ناخد كده راي الناس بالترتيب بقى. ايه رايك يا ابرار؟ هو البري بارتم دوت والهوم. طب البيري بارتم يعني هو مش بيبقى يعني مش اجريسيف او ما بيموتش بنسبه كبيره، ولا انت شايفه مشفقه على الام يعني؟ اوكي طيب، الهوكم شايفه ان الهوكم ده حاجه سخيفه قوي صح؟ يس اوكي طيب، شكرا يا برو. إيه طب ايه اكتر حاجه استمتعت بيها في السيشن؟ هي كلها لطيفه والله. اوكي تمام. طيب احمد سلام، انت جويند اس متاخر يا احمد ولا سلام؟ سمعنا؟ ايوه سامعك، انا داخل في الاخر فعلا بجد. يعني لحقت من اول فين كده؟
نقول ريستريكتيف. يس اوكي، يبقى حضرت كده ريستريكتيف والمايوكارديتس والتكاتسوبو والبريبر. ايوه. هل كان في حاجه جديد، معلومه جديده او في حاجه انت استمتعت بيها؟ يعتبر كله جديد بصراحه يعني. بجد انت في خمسه يا احمد؟ انا امتياز بجد. طب انت شفت حاله هارت بس قابلني وانا بقلب قابلني بالصدفه فدخلت اشوف. منور يا ابو حميد. انت شفت حاله هارت فيلر في الطوارئ او كده؟ بس معظم اللي شفته كان ام اي واي اف فيتاك. يس يس. ما شفتش حاله كده سيفير هارت فيلر او تيرمينال هارت فيلر؟ شفت هارت فيلر برضه في السي سي يو. يس يس، جميل خالص يعني. ثانك يو. طيب نشوف ايمان ماهر. ايوه يا دكتور، هو الهوكم اللي هو الهايبرتروفي ده يمكن اوحش واحد، لان هو بيجي صادن. يس صادن ديس ان يونج ايج، حاجه مرعبه قوي يا ايمان. وحتى ما لو تعرف علاجه مش بالظبط، ملوش نتيجه كويسه، وبرده نتيجته محتومه برده، فيعتبر اسوأ نوع. برافو عليك. انت عارفه ان انا في العياده يعني كل ما العيان يقول لي حاجه اقول له معلش، ما انا مش عارف يعني، مش عارف، انا اديته خلاص الماكسيمم، كل حاجه ممكن تتعمل اتعملت، وهو ستيل سيمتوماتيك. فانا بصراحه ببقى يعني عارفه انت حاسه ان انت عاجزه قدام البيشنت ده. هو حتى الهارت ترانسبلانتيشن مش موجود في مصر، فالموضوع معقد قوي يعني. فيري فيري باد. ثانك يو. ايه اكتر حاجه استمتعت بيها في السيشن؟ هي كلها حلوه، بس كانت الهوكم احسن حاجه، لان هي كان فيها معلومات كتير قوي يعني. تمام. ثانك يو يا ايمان. طيب دكتور محمد اللي منورنا من الاقصر، دكتور محمد شهاب. دكتور محمد. طيب ممكن ناخد شيماء. تمام يا دكتور. هو انا شايفه ان اي حاجه مثلا اوتوزومال دوميننت او بتعمل سادن ديس، انا شايفه ان دي ممكن تكون اخطر حاجه، لان هي بتاخد فئه كتيره من نفس العيله بالزبط. وفي نفس الوقت سادن ديس، فدي بتبقى حاجه مرعبه جدا يعني. صح. وطبعا زي ما ايمان قالت ان هارت ترانسبلانتيشن اصلا مش موجود عندنا خالص، مش متاح. فانت هتقول للعيان ايه؟ زي ما حضرتك بتقول له، هتقول له معلش وخلاص. والسيشن كلها رائعه يعني، بجد والله حلوه يعني. اول ما دخلت، انا دخلت في نص دايليتد كده، فهمت كل الدنيا يعني. تمام الحمد لله. طب ده معناه ان انت يعني انت تؤيدي قانون زراعه اعضاء، انه يقنن ويبقى حاجه؟ طبعا. بس صح. انا طبعا طبعا. رافضين ولا ايه اصلا؟ مش عارف، انا بصراحه مش لاقي اكسبلانيشن لسبب الرفض. هو في الاول قالوا حاجه دينيه، بس مش عارف هم شايفين انها دينيا يعني، اكرام الميت دفنه، وان احنا هو احنا المهد ما تبقاش تجاره، فتفتح باب تجاره في المكان. مع ان بالعكس ده العكس اللي حصل، ان هي بقى في سايد ويز يعني، لما يبقى حاجه مش مقننه. ما هي كوست بنفيت، فانا البنفيت عندي احسن من ان انا احتمال ان حد يتاك. لازم ان انت لما بتعملي حاجه لازم تعملي عليها كنترول، فهم مش شايفين ان هم يقدروا يعملوا كنترول، فبالتالي رافضين الموضوع اصلا. ما احنا عندنا ليفر ترانسبلانتيشن في المهد بالظبط، في ليفر ترانس في المنصوره موجود، في رينال ترانس بلانت جت على ده. ربنا يستر. تمام اوكي. طيب منور. ايه ده، منور خرجت ولا ايه؟ طيب نختم بياسمين. ياسمين اول حد جوين ذا سيشن، فانا بشكرك يا ياسمين. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. ازاي؟ قول لنا كده ايه اكتر. اتفضل. هي نفس الحكايه اللي هو الهوكم برضو يعني، هو ده زعلني جدا، اللي هو يعني ايه بيجي برضو فجاه، اللي هو في سيمتوم قبلها بتحذر العيان وكده، وبعدين جينيتك برضو اللي هو يعني بياخد كذا حد من نفس العيله بالزبط. فدي حاجه يعني بتبقى مؤلمه جدا. صح. انا يعني زميلنا اللي توفى ده، فتخيلي والده كده يعني. ايوه هو ده اللي جه في دماغي اول ما حضرتك قلت القصه يعني، جه في دماغي والده ووالدته كده، ان بنتهم وبعدين هي خلاص هتتجوز، وبعد كده ابنهم الاثنين في اول الامتياز بعد ما تعبوا وعاشوا ايام قويه مع بعض، فهي فعلا بتبقى حاجه مأساويه للاسف يعني.
ربنا يعافينا يا رب. تمام، في ايه اكتر حاجة استمتعت بيها ياسمين؟ وانا صراحة انا مستمتعة يعني بالسيشن بتاع حضرتك كله يعني، والتفاعل والقصص اللي حضرتك بتقعد تحكيها وكده، بحس ان كل حاجة حقيقية يعني، والدنيا كلينيكال اكتر يعني. تمام، جميل خالص، شكرا جدا يا ياسمين، شكرا جزيلا. منار، هتقدري تشاركي معانا بيور فيدباك؟ هو حلو جدا يا دكتور، مش عارفة حضرتك ممكن تكون نديت عليا، اصل بتاع عمال بيفصل وايد مش عارفة كل مرة في السيشن كده، بس انا بستمتع قوي في اللحظات اللي بقدر ادخل فيها والله، والفيديوهات اللي حضرتك بتشيرها بتبقى جميلة قوي. طب تسلم يا منور، ان شاء الله يعني برضو السيشن هنعملها ابلود على القناة، بحيث ان الدنيا بتقطع معاه او ما كانش افيلابل ان هو يحضر يقدر يكاتش ات ان شاء الله. انا بشكركم جدا، وان شاء الله نلتقي الجمعة القادمة على خير. طب يا دكتور، وانا بس عندي سؤال، هو حضرتك كل جمعة يعني بتعمل السيشن دي ولا ايه؟ المفروض ان احنا ريجولارلي كل جمعة. طب هو ممكن حضرتك يعني يبقى في سيشن ثانية للناس بتوع امتياز او كده، حاجات كلها كلينيكال؟ انا كنت يعني احنا المفروض ان انا سنويا كنت بعمل حاجات للامتياز في النقابه، يا كورونا وقفت الدنيا، لكن احنا ممكن مثلا نعمل سيشنز مخصوصه للامتياز. انا يعني عندي داتا وعندي محاضرات كده جميله قوي خاصه بالامتياز يعني. فلو أعتقد لو حضرتك عملت الموضوع ده هيبقى هيجيب تفاعل كتير، لأن احنا كتير مننا بنبقى محتاجين سبورت من حد، أو حد يعني يشرح لنا اللي بنشوفه ده، بدل ما احنا بناخد بشكل عشوائي كده، فاهمني؟ عينيا يعني شوفي كده لو كده ان كونتاكت، ونرتب سيشنز سبيسيفيك للانترنز، يبقى جميل ان شاء الله، ما عنديش اي مشكله خلاص تمام، مفيش مشكلة، ان تمام شاء الله. ماشي، يلا نشوفكم على خير، وشكرا جزيلا، بإذن الله، مع السلامة. السلام.